في قبضة رجال الأمن. مقيمان من الجنسيتين الأردنية واللبنانية قام بالسطو على مؤسسة تجارية. تم القبض. مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ضبط بحوزته مبلغ 2,450,000 ريال مجهولة المصدر. تم القبض. مخالفان لنظام الإقامة من الجنسية البنغلاديشية قام بجرائم احتيال تمثلت في الترصد لمستخدمي أجهزة الخدمة الذاتية في أحد المجمعات التجارية بإيهامهم بتقديم المساعدة واستغلالهم باستخدام بصمتهم في إصدار وتفعيل شرائح الاتصال بأسمائهم والمتاجرة بها. تم القبض. مخالفان لنظام الإقامة من الجنسية السودانية ارتكبا جرائم جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة. ضبط بحوزتهما مبلغ 918,141 ريالا وعملات أجنبية. تم القبض. مواطنان اعتديا على عامل في محل تجاري. تم القبض. مواطن يعتدي على رجل مسن بالضرب وبألفاظ مسيئة تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق الإسلامية. تم القبض.